مساء الخير مشاهدينا، مساء الخير، مرحبا بكم في عدد جديد من ما بيناتنا لايت. عدد جديد وضيوف جداد، ولا ماشي ضيوف جداد، ضيف اليوم عندنا ضيف واحد صيته اكبر بكثير من بلد واحد، اكبر بكثير من المغرب العربي، صيته وصل لكل الدول العربيه. لذلك اعتقد باللي البلاطو تاعنا اليوم راح يكون عربي، وان شاء الله في وقت لاحق نظن باللي ضيف اليوم راح يولي عالمي وراح يولي في كل العالم نسمعوه ونعرفوه. نسحق تحيه كبيره لشاب مغربي أبدع بصوته، سنه صغير 24 سنة فقط، ولكن نجوميته أكبر بكثير من العمر تاعو. كي نسمعوا أغانيه معروفين في الجزائر وكأنه جزائري، نسمعوهم في الطريق، نسمعهم خاصة في الصيف يدير بوس كبير. شكون ضيفنا اليوم؟ نسحق تصفيقة كبيرة للنجم الرائع زهير باوي. مرحبا مرحبا. شكرا شكرا. زيدوا له. شرفتنا. مشرف بك. ونورتنا. نورا في بلادك الثاني. الله يحفظك. نحبوك. ونعزوك ونستمتعوا بأغانيك. الله يكبر بيك. تحبونا ما تحبوش. الببليك موالف في البلاطو تاع ما بيناتنا لايت 20 25 30، لكن اليوم نظن رانا فوق 60 وحتى غلقنا الباب باش قدرنا نحبسوا شويه الغاشي، باسكو الناس كامل جاوا باش يشوفوا زهير باوي. مرحبا بك تفضل زهير. الله شوفوا جبنا لك طبسي تاع غاتو تراديسيونال. مرحبا اخو. عندكم شي حلوه كيما هذه زهير؟ هذه اسمها هذه ماما عندكم؟ هذه بقلاوه ولا بقلاوه؟ صح، ولكن حنا ما عندناش بهذه الطريقه هذه. كيفاش جايتها؟ جات في الشكل ديالها، ماشي بحال هكاك، شغل تجبدلها شويه. صح. وهذا؟ لا ما عرفت. واش هذا؟ لا ما عرفت. اصبرتو نقولهم شنو هذا عليك. قريوش. قريوش. وهذا وهذا وشنو هذا؟ هذا وشنو؟ تشارك. تشارك نكتفي بتشارك. وهذه حلوه تاع الشيكولا. هذاك عارف هذاك اللي وريته دابا بعد؟ هذيك انا كنعرف. عندكم هذا؟ لا ما عنديش دابا، ولكن قبيله دقتو بني شويه. لا باس زوينه. نورمال تقدر تاخذ راحتك. لا والله تزوين. هادو جناهم سبيسيالمون ليك وباش نرحبوا بك. الله يحفظك. باسكو بالنسبه لينا المغرب كامل اللي زايرتنا اليوم. الله يعطيك الصحه. وحنا نحبوا المغرب واهل المغرب. شكرا بزاف. مرحبا بك زهير. اول مره، اول مره في بلاطو تلفزيوني جزائري. اول مره طبعا. اول مره في شو جزائري. ان شاء الله يعجبك الحال ان شاء الله. يعجبك وتكون مرتاح ان شاء الله. ان شاء الله. زيدونا تصفيقه كبيره زهير. شوف نحبوك ونشتيوك ونموتوا عليك. الله ينورك. مي راح نرحبوا بك ما نرحبوا بكاع ضيوفنا. حنا ضيوفنا كي يجوا نرحبوا بهم بواحد التقرير رائع هكذا، نعرفوا بالضيف بصح بطريقتنا احنا. مرحبا. مستعد تشوف شكون هو زهير بهاوي على طريقه ما بيناتنا؟ مستعد، انا اصلا ما كنعرفوش. يلا عطيونا نشوفوا زهير بهاوي في شكون انا؟ شكون انا؟ بون انا هو اكثر فنان منحوس في العالم العربي. ما عندي زهر مع لامور وزهري انا باري منه. قصتي الغراميه بدات نهار لقيت الدريه اللي تقبل بيا رغم حالتي الاجتماعيه البسيطه واللي تقسم معايا الخبزه. مالغري كان توجور تدي المرسول كبير، بصح زهري المسود ما خلانيش ترونكيل. داير كل ما كنت نرفد البورطابل باش نعيط لها مع الراس بتال عليا الصوامول. وما من نهار اللي فليكسيت فيه ورحت نعيط لها مع الراس بتطفالي التليفون. بصح تالمون كنت نحبها ديسيديت وانا اللي كنخطب جيب معايا يما. دونك زهري معوج يما ما حبتش تجي معايا وقررت باش ندي معايا صحابي. وشنو الطفله ما عجبهاش الحال، ومن هذاك النهار تبدلت عليا ولات تحبي الدينار وقلب الدار غيب عليا ترى انا نسيتك. ايه وي الطفله ولات تعشق في الحديده دقات وطاب شفتك هز القرطاب. وكما على بالكم من بين هواياتي المفضله السرقه مع حبيبي تيو تيو. وما نحكي لكمش على النهار اللي شافتني فيه بالديكابوطاب. شيح ندمانة وتقول لي هاتش اللي عطى الله والحب لقنا ما
عجبني. بصح الله غالب ما نقدرش نكون مع وحده طماعه، سي بور سا قلت لها عجبك شويه لاباس؟ عجبك زهير بهاوي بطريقتنا؟ غزال اصلا ما قلتش كنعرفو، دابا عرفتو مزيان. عرفت عليه مزيان. ما عندوش الزهر. تحيه كبيره زهير بهاوي. زهير اول زياره لك للجزائر؟ اول زياره طبعا. اول زياره في 2019، علاش حتى لدوك؟ طولت صح. عاد كتب سبحان الله، مع عند الله سبحانه وتعالى، عاد كتب انني نشوف هاد الناس الغزالين ونشوف هاد البيبليك الغزال، وشكرا بزاف والله العظيم، شكرا بزاف. اخويا مرحبا بك. مرحبا بك، حنا فرحانين بك، وان شاء الله الحفل تاعك يجوز في اروع ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله. طبعا لازم نقولوا باللي العدد تاع اليوم راهو مسجل، لانه هذا العدد راح يبث في نفس الوقت اللي راح تكون انت يا سيرسان تمتع الناس في الحفله تاعك الاولى، اللي راح تكون ماشي اليوم يعني غير غدوه، اللي راح يجوز لو برومي اوت. وين راح تكون؟ غادي نكون ان شاء الله في لو تياتر دو فيردور هنا في الجي ان شاء الله، وان شاء الله لو 3 اوت غادي نكون في قسنطينه ان شاء الله في زينيت ان شاء الله. انا ناكد لك باللي شوف ناس قسنطينه راح يجوا يلهبوا الحاله ان شاء الله، وتجوز فور الجي ما فيهاش نقاش ان شاء الله، يعني من كل الاماكن راح يجوا ان شاء الله في قسنطينه ثاني تكون زايا. نحب ثاني قبل ما نبداو نشكر لابرود اوكسيجين اللي بالنسبه يعني بفضلهم اللي راك موجود طبعا معنا هنا، بفضل المناجر تاعك. فاش اسمه المناجر؟ ومناجر رضا البرادي. رضا البرادي وامين نشكره من اوكسيجين، وحنان ايضا المكلفه بالاعلام، ثاني اعطونا تحيه كبيره اليوم. اكد تاكد بلي راه معك فريق محترف، لانه حرصوا على انك تجوز في افضل صوره، حرصوا على بكل تواضع على انك تجوز في افضل برنامج. زعما بيناتنا لا وشوف الاكيد انه احنا هنا كامل نحبوك، وراح تجوز مرتاح، وان شاء الله تدخل فرحان وتخرج فرحان وتدي معك ذكريات ان شاء الله. طبعا ان شاء الله. زهير كي نحكيو ريسامون برك كنت انا متبعك، انا ملي فان تاوعك. الله يعطيك الخير. تعجبني وتعجبني خدمتك، سويفيك في الانستغرام، شفتك نهار بحال ليكيب ناسيونال تاعنا، شفتك فرحت وكانك جزائري. طبعا طبعا راه الجزائر والمغرب بحال بحال، شنو بيناتنا؟ ما بيناتنا والو يعني، ما حنا خوت وراه فرحونا بزاف. يلاه فوتو فوالا التصويره شفناها جو صافي بليزير جو التعبير. فرحونا بزاف والحقد الله شرفونا، يعني هذه الهضره اللي نقدر نقول شرفونا. وشفتك مام غنيت واحد الاغنيه تاع ليكيب ناسيونال تاعنا. اه وي ديسك ديال بلاد. استنى تشوف، عطيونا تشوف الميكروفون تاعنا هذاك الشباب هذاك خلوه لي اليوم، شوف عطيونا الميكروفون ما تعاودوش تديوه كامل اليوم، عندنا قصره مع الميكروفون هذا. معاك اخي معاك. اي عزيز ولا حمزه؟ حمزه ريجيسور تاعنا، عطيونا تصفيقه كبيره لحمزه. هذا ستار في الجزائر، هذا نجم كبير في الجزائر. الله يكبر لك الخير. الله يعطيك الخير، شكرا. صحيت حمزه صحيت. سمعنا حاجه بنفس الاغنيه تاع ليكيب ناسيونال. اوكي بحق تقبلوا عليا يمكن بعض الكلام ما كنعرفوش. معليش. ولكن حافظ بزاف ديال الاغاني. الديسك يقول حنا عندنا تاريخ ماشي غير هضره في الريح، انت اللي فينا شيخ ماشي البارح بدينا داشي عن الفيح، حنايا عندنا الصير صحيح عمر راسك مليح، وهاد العام الشامبيون الله، وهيا هيا ودورو الشباب دورو، هيا هيا فكرونا بيام زمان، هيا هيا وعيطوا للزوار يصوروا، هيا هيا قلنا لكم قولوا مازال. الجمهور مريض وصدره بلا مهبولة، يا محبس ولا زيد ولا صايب الكلا، يا انا عندنا جديد وما فينا جديد بلا، لا 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 تقول حنا برشلونة، يا وهيا هيا يا ودورو الشبيبة دورو، وهيا هيا يا وقلنا لكم قولوا مازال، هيا هيا يا وعيطوا للزوار يصوروا، وهيا هيا وقلنا لكم قولوا مازال.
خلي هذاك الميكروفون خلي قدامك تحتاجو بزاف. قفلوا علينا بعدا قفلوا علينا. هاشتاغ خاوة 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 خاوة. انت درت هاشتاغ خاوة خاوة على العلاقة بين المغرب والجزائر. طبعا وحنا فعلا خاوة خاوة. وش بونس انا شبونس باللي لاكوب دافريكا هذه زادت بينت باللي المغاربة فرحوا مع الجزائريين كيما فرحوا الجزائريين وبالك اكثر. شوف انا النهار بعدا اللي حطيت لا فوتو ملي صافي الحمد لله خداو كاس افريقيا عملت كاين بعض الرموز في لافوتو اللي كاين ما فهموهاش اللي هما رافينا كاين في الدراع ديال اليسار. شنو هذاك الفنك هذاك هو الرمز تاع ليكيب ناسيونال تعلب يعني غادي ورافينا في الدراع ديال اليمين باللي وقع واحد الخدشه ديال السبع يعني السبع مجروح يعني واخا حنا تجرحنا نتوما كنتو نتوما في السبع. ونتمناو ان شاء الله حنا نتمناو حتى هذا الخلل البسيط اللي راهو بين البلدين نتمناو ان شاء الله انه ما يبقاش ونتمناو ان شاء الله تفتح الحدود باش زهير اللي ما كان يجي بالطياره يرفد الطوموبيل ويجي عند خاوتو ليزانجيريا كيف كيف ان شاء الله. مرحبا. ومهما كان مهما حدث سياسيا حنا نقعدوا خاوه خاوه ونحبوا بعضنا وان شاء الله ربي كما يقول لك حتى هذاك الغمه اللي بيناتنا تنحى. لا حنا خوت صفيقه كبيره للمغرب والجزائر دائما خاوه خاوه ان شاء الله. صح ولانه حنا دائما خاوه خاوه وتبعت شدعتنا انت في ليكيب ناسيونال تاعنا جبنا لك واحد الكادو لا في الحقيقه واحد دو كادو واحد سبورت هذا بعدا نوريه لك. هذا الكادو الاول تفضل هاك شوف انت ديكوفري نتايا تيشيرت. شوف الله ما عند واحد المغربي الى ناس الجزائر الله 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 الله. هذيك الاولى الله يحفظكم ومازال الدوزيام. شكرا لشركه بيمري هي اللي هدات لك هذاك القميص ودارت كانت انا كنديهم شكر كبير. صح وهذه صوره ثاني الوحده حاضره من الجمهور رسمتها وجابتها لك تحب تشوفها. مرحبا ياك وشوفها. الله هي الكاميرا فوتو غزاله والله ان شاء الله دائما خوا خوا. شكرا لسهام اللي رسمت لك. شكرا سهام والله يكبر فيك. شكرا بزاف شكرا. زهير نشوفوا علاقتك بالجزائر ما بداتش من كوب دافريك ولا مؤخرا اللي يتبعك واللي يسويفيك ملي بديت الكارير تاعك ملي بديت كنت دير غير دي كافر قبل ما تولي ما شاء الله نجم كبير واللي فيديو كليب تاعك 200 مليون و300 مليون الله يبارك. كنت نشوفوك بلي علاقتك قويه مع الفن الجزائري كنت دير دي كافر لديزارتيست الجيريان. واش سر هذا التعلق بالموسيقى الجزائريه وبالفن الجزائري؟ شوف احنا من ديبار يعني انا من ديبار ديالي ملي كنت مازال صغير كنا كنسمعوا ديما الموسيقى ديال الراي الموسيقى الجزائريه سمعتها بزاف في صغري الحق ديال الله. وكنت كنسمع الغربي بزاف بحكم انا الوالد ديالي موسيقي يعني من عنده كنت كنتعلم فكان وجه تحيه للوالد ديالي. تحيه كبيره ليه. واش كان يدير؟ يعزف يالف كان يعزف باتري ويعزف جيتار حتى هي بجوج وكان وجه له تحيه من هنا. فبديت كنتعلم من عنده بشويه بشويه فانا تعلقت هو الوالد ديالي فانا تعلقت بالموسيقى بزاف وخصوصا الموسيقى ديال الراي. كنا كنسمعوا بزاف لي كاسيت والسيديز ديال حسني الله يرحمه عقيل الله يرحمه شاب خالد مامي محمد لامين يعني فنانين كنعرفهم كاملين شاب ناصرو كلشي كلشي كنا كنسمعهم يعني شحال هذه من الديبار ديالنا. فبقيت متعلق بهذه الموسيقى هذه بقيت كنسمع لها بزاف وحافظ منها بزاف ويا الصراحه يعني ما غاديش تجي هذه الموسيقى وتوصل للعالميه هكا وصافي يعني ضروري فيها شي حاجه. زهير يعني هذه اونتر بارونتيز دائما نشوفوك لي كافر دير اغاني رومانسيه ونشوفوك باللي عندك هذاك البحه تاع رومانسي بصح نشوفوا لي شونسون اللي تخرجهم انت الرومانسيه منا وهما شويه رايحين من هيك علاش؟ ام عند الله سبحان الله مشكل. مازال ماكش ناوي تخرجناك شي حاجه هكذا رومانسيه بيور كالم تاعك؟ شوف هذا وعد من عندي من البنات يعني كاملين باللي الديسك اللي جاي غادي يكون سونتيمونتال وعندكم حنين هاي ليك. بديت تكتب بديت توجد شي عفايس هو كاين ان شاء الله كاين غير وجد تعطينا هكذاك شي حاجه زعما لا ما تعطيتك شي حاجه اسمع روحك نروح نقول لك المغاربه يسمعوا السكوب تاعو واش حتغني هذه المره من عندنا من استوديو جزائري واش رايك؟ والله كاينش كلمات والله مازال ما بديتش والله بس النهار اللي تكون شي حاجه انت الاولين نعلمك تجي عندنا ترجع لعندنا نجي والله نجي والله هيا تربي عطونا تصفيقه كبيره زهير. كي رانا نحكيو على الفن الجزائري وعلاقته بالفن الجزائري راح نعرض عليك واحد الصور بعد هذا الجينجل
اسمها صورة وتعليق، نعرض عليك صور تعطينا رأيك في هذاك الفنان، ومن بعد كاين واحد البونيس خفيف لازم نسمعوك تغني له حاجة. داكور، صورة وتعليق أبريد جينجل. صورة وتعليق زهير، نعرض لك صورة قول لنا هذا الارتيست واش رايك فيه، من بعد هذيك نسمعوك تغني له حاجه. داكور، اعطيونا اول صوره في صوره وتعليق. شاب حسني، الله تفقت كبيره يا كنت. قدر نقول لك احسن فنان كيعجبني جزائري هو حسني. صح، يعني الاراء ما كتختلفش في هادشي، هذا فنان كبير. حنا في المغرب كلشي كيسمع الحسني، كاع لي كاسيت ديال حسني كنسمعوهم. حسني رغم انه مسيرته الفنيه ما كانتش كبيره بزاف، مات في عمر صغير، لكن خلى موراه ارث فني كبير وخلى محبته لليوم. يعني ما كانش، يعني حسني قعد هو حسني. سبحان الله، القبول من عند الله سبحانه وتعالى. صح، وهو موهوب بزاف وفنان كبير بزاف. ان شاء الله حنا نتمنوا ان شاء الله بعد عمر طويل زهير تاني يجول يقعدوا في هذه البلاصه ويحكيوا على زهير بهاوي بهذا الكلام ان شاء الله. الله يا ربي سمعنا حاجه الحسني. نسمعك شحال الحسني، شو مشكل، شنو تسمع الحسني؟ شنو ما تبكيش، يلا سنغني وما تبكيش يلا. رغم كنا نطلعوا شويه لقم دارارادي أو لا تبكيش، قولي ده مكتوبي الظن صعيب، وانتي شكيتي سمعت الهضرة وتقلقتي، سمعت الهضرة وتقلقتي. ونعطي عمري يا ودي الشي محال، جيتي تبكي وظلمتيني، لا 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 وكلام الناس بدل الحوال، يا وكلام الناس بدل الحوال. إلا تفهمنا إلا تغديش يا اختي لا تنسيش، لا 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 لو كنت غلطان انا ما نوليش، لو كنت غلطان يا انا ما نوليش. برافو 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 برافو، ربي يرحمه حسني وتقعد دائما ذكره في القلب واغاني تقعد دائما عزيزه علينا. ثاني صوره، الله عقل شاب عقيل، تخذ كرة الفنان العقيل، عقيل من حبه للمغرب، ربي يكتب له ويتوفى عندكم. الله يرحمه مسكين، تمنينا أننا نتلقاوه نتعلموا منه بزاف، حيث كان غادي في الطريق ديال شاب حسني صح، يعني بخطى اللي هي خطى ثابتة. صح، ثابتة بزاف. كنوجهوا يعني الله يرحمه، كنوجهوا تحية لعائلته، الله يصبره. الله يرحمه ويسع عليك. كما قلت، عاقل من الناس اللي كان ماشي باش يكون نجم كبير، تبارك الله، لانه كسب احترام تاع الجزائريين كامل، الجزائريين يقدروه ويحترموه كفنان، يسمعوا له الاغنيه تاعو كانت نظيفه، هذا الشيء اللي كنا نفتقدوه احنا في الوقت ديالو، كانت قليله الاغنيه النظيفه، هو كان يغني اغنيه نظيفه اللي تسمعها مع والديك، تسمعها في الطوموبيل مع الدريه تاعك كما تقول انتوما، لكن للاسف ربي يكتب له روح في هذا الوقت، ربي يرحمه ويسع عليه. سمعنا حاجه اوماج لعاقل، راح نهبلوك اليوم. شوف احنا عيون بلغنا معك. لا معاك ما عنديش. ايا فاز نغنيو مازال 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 مازال. لا 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 ليري يا سلولي عليها جيبوا لي خبار، يا كي راهي مغبونة ولا مهنية ولا مازال تجبد عليا ولا خلاص راهي ناسية. ما تحكولاش
على مصاريفي بلي نبكي كنت وحشة باش إلا ولات لي سيطة دير تبغيني سيبا باسكو شفيتا ومازال مازال عشقك في البال ننساك محال يلي نسيتينا ويلا طوالت العمر حكمة القمر بلاك شي نهار جيت تقسي علينا ببليك مازال مازال عشقك في البال ننساك محال يلي نسيتينا ويلا طوالت العمر جيت سقسى علينا لا بيل في لا بيل في راكم كلمة رومانسية يا ودي فور قاعد مشي انت في الساحة رومانسي ولا مشي رومانسي؟ والله ما نعرف ما عرفتش كان جيت مزوج نقدروا نسقسيو المدام مش هذاك سيدي باتر ما نقدروش دوكا رومانسي مشي رومانسي؟ كندور رومانسي تصفيقة كبيرة للرومانسي عطيونا ثالث صورة في صورة وتعلي الله مالك الرايت شخص كبير هذا الفنان اللي نعترف بأنه الفنان الوحيد اللي داق الشهرة وداق العالمية صح يعني فنان عالمي وكان وجهاله تحية من هذا المنبر الله يخليه لنا تتمنى إن شاء الله يكون عندك ديو معه هذا الشرف نفتخر به حنا نداءنا من الشاب خالد نقولوا له باش نزيدوا نقويوا هذيك العلاقه مع اخوتنا المغاربه وزهير ما شاء الله تشوف صوت واحساس وكل شيء وزيد نزيدوا لها طيبه واحترام وتواضع شكرا هذا الشيء اللي نلاحظوا حنا في الكوليس الكاميرا تاعي راهي منها تحيه كبيره زهير بهاوي الله يحفظك وما نسمعوش حاجه الشاب خالد ما نسمعوا شنو نسمعوا عايشه ولا نسمع طريق الليسي طريق الليسي يلا سير نحيحوها شويه طريق الليسي وعقبة وكي عيادني أنا طريق الليسي ويا دلالي طريق الليسي وعقبة وكي عيادني أنا هنا وياك بوها شافنا هنا وكندرنا هنا ويا دلالي كندرنا هنا وياك بوها شافنا حبوا السنتيمونتال كاين حبوا الامبيونس كاين واش حابين نزيدوا تسمعوا ثاني تصفيقه كبيره قبيلي بعدا قبيلي بعدا صح بعد خالد شكون عندنا الله نصر جبت لك غير اللي تحبهم خويا وجبت لك غير اللي شتيهم من كبير نصر كنبغيوها بزاف والله ملك الرومانسيه يعني رومانسيه الرومانسيه نقدر نغني له عطاك ربي بلاصه في قلبي كش واحد يقول لك لا لا غني وها زاكور عطاك ربي بلاصة في قلبي مهما تديري وقليل فيها أنا عشقتك حملت عذابي ما
نبغيك بزاف بالسيف عليا وعطك ربي بلاصة في قلبي ما مديري وقليل فيا أنا عشقتك حملت عذابي نبغيك بزاف بالسيف عليا أنت اللي خيرك القلب وأنت اللي سخفت عليك العين يا كوشي فيك الأمور عجاب رأيت هبال لأن مزيد الزيد عشقك أنت راح وكيا يا غير أنت اللي ريح لك البال أنت الأمور وأنت الدنيا وأنا ليك توجر في دال شوف راح نزيد لك وحده باسكو كنت تبع مسؤوليه الاعداد شوف صبرينا بن يحيى تحبك تحب الاغنيه تاعك نقدروا ندير سواري كاع غنى ما نحضروش الوغ قعدتنا وحده اعطينا اخر صوره يلا شكرا صبرينا كادير جاسوني فنان كبير وصديقي بزاف ماشي يعني بزاف كنت كندوي انا هو كانوا جالو تحيه وانا ولا المغاربه حبوب والله العظيم بزاف كادير يعني جو بونس باللي من الناس اللي عنده شعبيه كما في الجزائر كما في المغرب واه تبارك الله عنده شعبيه باسكو تما كيروح يدير تما حفله ولا يدير جو سي با ني كونسير تعمر الحاله كامل واه تبارك الله يحبوه. فنان كبير وكنوجه له تحيه بزاف تحيه كبيره لكادير جابوني طبعا شاهدت مجروحه في كادير من اول الناس اللي شرفوني في ما بيناتهم من اول الناس اللي حبوا يجوزوا في البرنامج وش بونس بالباساج تاعو كان اكسترا اوردينار فوالا الوغ سمعنا حاجه لكادير ونغني وانت سبابي صفكم انت سبابي انت سبابي عيشتيني في الدور حي عليا الحال ما بغاش عليا يفوت يا رايي يا رايي ديتي الكلام وقلتي لي صاي وانا معشقك وحد بطاي تهمتيني قلتي داير رايي هاي وادي هاي وادي عيشتيني في الدود حي عليا كل يوم نحيا ونموت طال الحال ما بغاش عليا يفوت أرايي أرايي خلاص خلاص صورة ما تعليق خلاص جينجل وراجعين ولا ديروا حاجة خلاص صورة ما تعليق خلاص هلكنا مسكين عنده حفلة لا ما عنديش مشكلة تحية كبيرة زهير يعطينا جينجل أضرب حاجة حلوة دابا شويه لا تبش نبقى راحتك باش يقعد الصوت دائما ما كاش مشكل زهير شوفوا كيف الفنانين اللي يبداو غنيه زوج ثلاثه اربعه باش بالعقل يبدا يطلع كذا تم الاول الشونسون تاعك ومن بعد تم بدينا نشوفوا ملايين ليف عندك دي فيديو كليب اللي لاحقين قريب 300 مليون فيو سي فريمون جو بونس باللي عدد كبير بزاف واش السر نجاح هذا اللي يخلي الناس هكذا يحبوك يتقبلوك بهذا الشكل أول حاجة من بعد الله سبحانه وتعالى هي رضا الوالدين الحمد لله والمساعدة ديالهم لي ديما من صغري ثاني حاجة كيجي الكفاح حيت أنا من صغري بزاف كافحت بزاف باش قدرت أنني نوصل هذا البيبليك هذا وهاد الناس هادو كافحت بزاف والله العظيم كنت الله يسمح لنا كان ما كنمشيش نقرا الوالدين معصبين ما كنمشيش نقرا ونمشي للاستوديو ونحاول نعمل اغاني ونكتب ولا حاجه شحال كان عمرك وقتها وقتها كان عندي 16 سنه ولا 17 سنه 16 سنه ولا 17 سنه كنت ولكن انا في الديبار بديت كنغني صغير مي كان عندي 9 سنين تقريبا كنت كنمشي نغني في دي زوتيل وفي لي ريستورون مع الوالد ديالي وابخي بديت كندخل في العالم ديال الاستوديو كنوزع لراسي كنلحن راسي كنميكسي راسي كندير حتى دو كنشوفك انت تكتب وانت تلحن وانت توزع ومن داك تلحن ولا تكتب الفنانين واحد اخرين شكون الفنانين كتبت لهم بزاف كتبت الفنان عماد بن عمر صاحبي وعشيري كتبت بزاف فنان جاي ان شاء الله هند زيادي كنوجد لها اغنيه ان شاء الله كاين بزاف فنانه مغاربه كنوجه لهم تحيه وعندنا اغاني ان شاء الله ودي بروجي مع فنانين تحيه لكل فنانين المغاربه 16 سنه وليت تدخل الاستوديو ما تروحش تقرا وكملت قرايتكم بعدا ولا حبست انا وحبس في البكالوريا حبست قرايه سيدي تقول لي حاب تكون فنان
ما قدر شوف والله ما نكذبش عليكم كنت كنقرا بزاف ابتدائي ولا اقدر والله ما كنكذب والله العظيم ابتدائي والاعدادي ديما كنت الاول والله العظيم ديما كنجي الاول الثاني الاول الثاني فوصلت للثانوي ملي دخلت في الموسيقى ما قدرتش نعمل بحال انا كنت كنلعب الكره شحال هادي كنت كنلعب مزيان كنت كنلعب مع الفريق ديال المغرب تطوان كنت لعب بالون ولا واه كنت كنلعب مزيان خساره ما جبناش البالون حمزه كان جبت لنا البالون حوسنا على بالون دوك حوسنا على البالون بحال غادي ما تعاونش معليش نحي بلحفه بلحفه ماشي مشكل ماشي مشكل يعني ملي قال لي مشيت لعند واحد النهار قال لي صافي خصك تجي تريني نهار الجمعه في الساعه فلان فلانيه قلت له لا عندي القرايه قال لي شنو طلع وزير ولا عرفت انها يعني ما غاديش نقدر نوفق ما بيناتهم فاختارينا الحمد لله الموسيقى وبديت كنكتب كنلحن كندبر شويه فليسات باش نقدر انني نعمل كليب ونوصل للناس فبديت بشويه بشويه كندوز من المدارس كنجبر الناس كيعرفوني وكيف الناس يعرفوني ويتصوروا معايا يعني كيفاش شويه بشويه خرجت للشمال الشمال الى المغرب كامل الحمد لله من الاغنيه ديال تلاليا السولد كانت هذيك الانطلاقه الكبيره كانت اول تقريبا اغنيه حقيقيه ليا تاعك لكن قبلها خلينا نحبوا نهضروا باسكو جو بونس هذا الكلام يفيد لي جون لي جون اللي راهو اليوم تلفت له واش يدير حبيت انت يا 16 سنه ديسيدي تكون فنان على بالي بلي هذيك الفتره هي اللي كانت صعيبه انك انت ديسيديت وحبست قرايه بصح وميم طون تلقى روحك مازال ما وصلتش هذيك الفتره اللي الواحد بدا يدخل الشك في نفسه اسكو انا راني في لابون فون ايماجين حبست قرايه ونزيد ما ننجحش كفنان انت هذيك الفتره كيفاش جوزتها راك حاب تكون فنان وحبست قرايه وراك في الطريق شوف ما نكذبش عليك انا يمكن دوزت واحد الشباب ديالي ولا كاع المراهقه ديالي صعيبه بزاف صعيبه بزاف والله العظيم كنت نخدم يعني في الديوانه كنخدم يعني الجمارك سبته وتطوان كنت كنخدم في الديوانه كندخل السلعه كنجيب السلعه وكندخلها ماشي ديواني ماشي انت كتخدم بجمرك لا ماشي جمرك لا انا خدام حمال وي صح يعني كنت نخدم ونقرا ونحاول نغني ونعمل الكليبات وهذا باش كنقدر نوفق باش نقدر نحضر فلوس باش نعمل هذا الشيء هذا حيت راه صعيب انك تقول باك انا ما ماشيش نقرا ماشي نصور فيديو كليب وزيد عطيني دراهم الوالد كان يوقف معايا بزاف والوالده كانت ديما تقول له لا خليه يمشي يقرا قول له ما يبقاش يغني قول له ما. ولكن الله يسمح لينا منهم الحمد لله سيدي ربي سهل فقدرت انني نعمل اغاني ديالي او مع عائلتي تفيقه كبيره هذه الاخت ديالي شروق شروق اسمها شروق وراك في قناة شروق تصبيغة كبيرة للشروق اليوم الوالدة ديالي هاي شروق هذه شروق ديالي واختي شيماء وعندي خاي اخر كبير عليا حاكم بصح حاسك بلي انت قريب بزاف لشروق شروق هي الصغيرة ديال الدار المازوزية كتشبه ليا بزاف كتشبه لك صح كتشبه لي بزاف والاخرى هي شيماء وهذاك الوالد ديالي توفيق وخويا اللي ما كيبانش انا حاكم اختي شيماء كتغني مزيان عندها صوتها زوين تما ماشية شروق حتى شروق لا هي ما ماشياش ما كاينش غير علاش 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 على ما تكتبلاش كاش حاجه وتلحنها لها وتعطيها لها تغنيها لا انا مغير بزاف الله الله يا سيدي تسمى انت يا امبوسيبل تتزوج فنانه لا امبوسيبل يمكنش انا مراتي الدار ما كاينش تسمى يا طيب لك وانت تاكل وتخرج تغني برا وانا ما عليا غير نفرحها ونجيب ليها اللي بغاها لا لا تفرحها اسمع انت تخرج تروح دير حفله 500 طفله مقابلاتك شاده في قلبها على الغناء تاعك ومرتك مخليها في الدار سي السيد سي السيد والله صدقني اللي داتك الله يكون في عونها الله يكون في عونها الله يكون في عونها تعاني مسكينه سبحان الله كل واحد وكيف نواه وكل واحد كيف نيا نفسه على كل حال هذا حقك طبيعي خويا وان شاء الله ربي يعطيك وحده كيما حابها ان شاء الله يا رب انت يا قلبك ان شاء الله صح بديت قلنا الاغنيه الاولى جست في المسابقه اللي كان دايرها حاتم عمور وي كنوجه تحيه للفنان الكبير ديالنا حاتم عمور تحية كبيرة اللي مشرفنا تحية كبيرة عليه والله كان لونسا واحد أكاديمية في السوشيال ميديا هي عبارة عن أكاديمية صغيرة فأنا ما كنت شاركت فيها حتى هو تلات المدة فهو لونسا على أنه غادي يزيد واحد دو جوغ أخرى في المدة فأنا شاركت آخر نهار والحمد لله جاب لاتيسير ربحت فيها وكان تسجلي أغنية ديال ما عرفتينيش أغنية من كلمات وألحان وتوزيع ديال السي محمد شريبي ولكن الألحان كانوا من كلمات حاتم عمور
ما عرفتش بقيت عاقل. كنوجه لهم تحيه. كانت اغنيه فمنها كانت انطلاقه او تهي في العالم الفني يعني بطريقه احترافيه، يعني مطاقم لي واحد احترافي. ومن بعدها غنيت لي كوفر ديال الراي، سيد الجيج، بيضة مون امور، باش اتصل بيا الفنان ديالنا الكبير سعد المجرد، تحيه كبيره سعد المجرد. اتصل بيا وطلب مني انني نطلع معاه لاسين ديال موازين ديال النهضه. فطلعت معاه لاسين ديال الموازين، وكانت فور بزاف ديك السهره. ومن تما فكرت ملي نزلت من لاسين، قلت زهير دابا راه خصك تعرف شنو غادي دير، دابا خصك تفكر مزيان. ففكرت مزيان واختاريت بعض الاغاني. كانوا عندي دو شونسون غادي نحطهم، تالا ليا الصود واحد اون شونسون اخرى سميتها بركه. ولكن بقيت كنفكر انا كنت مقتنع ان تالا ليا الصود هي اللي خصها تنزل. صحابي كيقولوا لي لا بركه الديسك ديال بركه، فانا قلت غادي ندير اللي في راسي. اختاريت تالا ليا الصود، وكانت هذيك هي انطلاقه دارت الباز الكبير. هي السبب يعني انني جالس معكم هنا، والله العظيم هي السبب. كانت قفزه يعني. قفزه نوعيه. بالنسبه لعمرك زهير، كنشوفوا انت يا شاب صغير في هذاك الوقت كي طلعت مع سعد المجرد سور سان، شحال كان في عمرك؟ شحال عندها؟ يمكن كان عندي هذيك 3 يكون تما، كان عندك 20 20 عام قال يا ربي 21. بالنسبه للشاب اللي في عمره 20 سنه لقى روحه في واحد موازين من المهرجانات اللي خلينا نقولوا الكبيره في الوطن العربي، يعني اللي يطلع لها باش تطلع لها يلزم لك بزاف، يلزم لك باش تطلع اكبر المهرجانات. صح، سيتي شغل راف بالنسبه لك، حلم انك تطلع في هذاك ال... حلم كبير بزاف، ما نكذبش عليك، حلم كبير بزاف انني نكون في ديك لاسين هذيك. فتحقق مع الفنان سعد المجرد. وابخي كنت طلعت في البيفور ديال الموازين في لاسين سويسي فين كيطلعوا الفنانين اليوم كبار كمالوما جيبال فين. طلعت بيون شونسون ديالي العام اللي وراها، وهذا العام الحمد لله اللي فات، هذا العام هذا يلا ماشي بزاف دوزت لاسين ديال الموازين ان شو ديالي الحمد لله. وشفناك درت له شو، وانت ثاني درت نفس الشيء اللي داروا معك سعد المجرد، هذه الحاجه اللي عجبتني. طبعا طلعت معك فنانه صعيدك فاش اسمها؟ طبعا لا، طلعت معايا فنان اللي هو اسماعيل سراج، فنانه هند زياد. هذيك فنانه ديجا كانت في ذا اكس فاكتور، كانت وصلت حتى الفينال. فتا هي كنوجه ليها ديسيديت تطلعها معاك باش تعطيها ايضا سي بيان. سي بيان انسان، لانك انت كفنان حسيت واش معناتها قيمه الدعم المعنوي. الفنان اسماعيل سراج هو فنان تطواني، تا هو ان شاء الله غادي يكون تا هو ان شاء الله غادي يشد طريقه قريب ان شاء الله باغنيه من كلماتي والحاني. فنانه هند زياد كنوجه لها تحيه، اصلا صوت خطير بزاف في المغرب، في العالم العربي يعني، ديجا كانت في برنامج اللي هو في العالم العربي، وعندها اغنيه ان شاء الله من كلماتي والحاني غادي ان شاء الله. تحيه كبيره لها. طيب زهير، واش خلينا نقولوا شنو هو السر اللي خلينا كاين في المغرب خاصه كاين بزاف فنانين وكاين بزاف شباب اللي يغنيو، واش اللي خلى الحاجه اللي تشوفها انت متميزه في زهير بهاوي باش حقق هذا النجاح كامل؟ نجاح مرخو، هذا هو المهم. كاين دي شونتور اللي يخرج الاغنيه ينجح بها، من بعد تيقعد عامين ثلاثه بالك اربعه باش يخرج اغنيه ناجحه كما هي. انت يعني الله يبارك، الحمد خمسه الله في عيننا، خمسه في عيننا، نضربوا 40 يعني نجاح مرخو الحمد لله. الحمد لله. وش السر؟ يمكن السر هو انني ديسيديت يعني اخترت شنو الستيل اللي غادي ندير، اخترت كرييت واحد الستيل ديالي. وشنو هو الستيل ديالك؟ الستيل ديالي هو شويه راي مع 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 الستيل شويه المغربي وبوب. يعني حتى في الكلام، حاولت انني نكتب كلام جديد. يعني الحمد لله من الاوائل اللي داروا كلمه اسبانيه مثلا في اغنيه ايت، في اغنيه شبابيه وهي جديده. فالحمد لله دابا ولات موجه ان كاين اغاني كيتذكروا بالكلمات الاسبانيه. فالحمد لله والله العلي العظيم انني فرحان انني كريت هذا السيل هذا. وكاين بزاف يسولوني، كاين بزاف شباب كيعملوا حتى هما بحالك، فهذا شرف لي حيت هذا السيل ديالي. لانه يعني هو السيل تاعك شبابي بامتياز، شباب ديال يعني كل شيء، شباب ديال كل شيء. طبعا درت اسطا لويغو بالكلمات يعني اسبانيه، دي كابوطابل كذلك، دينارو كذلك، يعني حاولت انني نكري السيل. هو هذاك هو سبب من اسباب النجاح. والالحان، الالحان خصها تكون بسيطه وجديده في نفس الوقت باش توصل القلوب ديال الناس. صح. ومن بعد كيبقاو الكليبات يعني ليماج، انك يعني تكون في حله اللي تليق بالناس. فهذاك الشيء هو القبول كيجي من عند الله سبحانه وتعالى، هو اللي كيكمل. يعرف يهضرها، يعرف. صح، انت على بالك انت في المغرب، على بالك بلي عندك شعبيه كبيره. الحمد لله. وانت في المغرب
تسمع ولا تشوف لي ريزو سوسيو بلي اوكي عندك شعبيه في الجزائر كذا لكن كي جيت نهضر بصراحه مازال ما طلعتش سيرسان على بالي بالك في هذا الوقت راح تكون سيرسان مي كي جيت لهنا على بالي عندك اصداء هكذا اولي كيفاش حسيت سانسيرمون مع الناس اسكو حسيت بنفس الشيء اللي كنت تسمع به ولا قل ولا اكثر بصراحه حسيت باكثر والله العظيم حسيت باكثر حيت جيت للمدينه اللي هي مدينه كبيره يعني صعيب ان الناس ولا غادي تتعرف عليك ولا هذا فجيت جبرت الناس الحمد لله كامله كتعرفني كنشكر بعدا بزاف اوكسجين برود اللي خداوني في واحد الدويره تحيه كبيره لاوكسجين برود اللي خداوني الدويره هكا في المدينه مشيت وين دابا قول لي يعني قول شوف نصالح كي تهلاو فيك ولا لا مشيت المقام الشهيد هذاك مكان تاريخي وانا بيدي كان خصني نمشي له واحد لابلاص سميتها عين بي شي حاجه بحال هكا امين وين ديتو عين البنيان عين البنيان دخلنا بالباطو بحال هكا لا مدراك وي وكلوك الحوت مازال ما كليتش الحوت امين نو لازم ضرب الحوت اليوم اليوم والله لا لا اليوم شوف اليوم انا نقول لك لا حوت اليوم راح تضرب معنا تشخشوخه ان شاء الله بعد نكملوا تضرب تشخشوخه مسيليه بوسعاديه كما يحب الخاطر مرحبا هي كبيره الناس مسيليه هي واش من داوك ثاني البارح جيت عجيت بالثلاثه وي وضربنا دوره خفيفه وصافي حيت كنت ديجا شوف زهير اذا ما تهلاوش فيك نخلي لك النيميرو عيط لا لا والله تقي نجي نرفدك بالطوموبيل شفت واحد ضرب تحويزه هذا بصح حبيبي امين يتهلا كلكم بحال والله تقي تحيه كبيره للاكسجين يعطيهم الصحه بالعكس حنا نشجعوا هاد الشركات الانتاج والاتصال اللي يحاولوا يكون هذا التناغم والتمازج بين الفنانين الجزائريين مغاربه تونسيين انه هذا التبادل الفني والثقافي ويزيد يقوي العلاقه بيناتنا وقلنا بالك ويطفي هذيك الجمره هذيك اللي راهي شاعله بين كاين الجمره والله ما كاين هذيك شويه الحساسيه اللي كاينه هي شو بالك شبونس باللي لو كان سيون بسطوها تبسط بالك حنا عاطينها اكثر من واش لازم لو كان سيون بسطوها يروح هذاك الخلل ماذا بينا نشوفوا الحدود مفتوحين ماذا بينا نشوفوا خاوتنا المغاربه يدخلوا باروت وحنا ندخلوا باروت وتتجسد هذه الاخوه كما يحب الخاطر ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله طيب حكينا على النجاح تاع الاغاني تاعك 200 مليون 300 مليون لكن انا الحاجه اللي نقدر نقدمها فيك شهاده حق انه يعني انت اليوم راك فنان عربي خلينا نقول عندك صيت عربي هذا المضمون وان شاء الله نتمناو شويه راح تمشي للعالميه اذا كتب ربي ان شاء الله لكن نشوفوا انه الحمد لله رغم انه سنك صغير كنت قادر تكون انسان اللي مغرور ديها في روحك لكن هذا الشيء نشوفوه باللي ماهوش موجود الحمد لله اول حاجه هذا النجاح هذا كان هداه الجمهور ديالي حيت هو اللي عمله حيت لو ما كانش الجمهور ما غاديش نكون انا واحد يمكن كسبب بسيط لهذا النجاح هذا حاولت نعطي كلام جديد الحان جديده باش الناس يتقبلوها الناس تقبلتها كنفرح بزاف ملي كنشوف بيبليك فرحان بالاغنيه ديالي ونشط بها حيت كيجيك احساس غريب انك تكون في الدار جالس بوحدك مع البيك والورقه وكتكتب كتكتب اغنيه ومن بعد ملي كتخرج شهر بعدها ولا هذا كتجبر الناس حابينها وكيغنيوها راه شي حاجه صعيبه انك كتبتيها ما بينك وبين نفسك صح والناس كامل كامله حبوها فشرف ليلي صح وهذا الشيء كنا نقولوا بلي انت شفت الجزائر جيت لقيت بلي الناس يحبوا كذا لكن احنا رفدنا الميكروفون تاعنا وهبطنا للشارع وقلنا لهم واش راكم في زهير بهاوي عندك فضول تحب تسمع شويه واش راكم فيه واش راكم في الزياره تاعو الاولى للجزائر تحب تسمع مشكل مرحبا يلا عطيونا نشوف واش قالوا في زهير بهاوي على غير العاده ضيفنا اليوم بلاطو ما بيناتنا لايت ماشي من الجزائر ضيفنا هو نجم الاغنيه المغربيه جلا من المغرب الفنان زهير بهاوي راح نشوفوا واش حيقولوا عليك الجزائريين في بلادك الثاني بون لا بروميير فوا لي سمعتو عاود الاغنيه تاع حسني وتاع نصرو شاب نصرو صافي بليزير يعاود غنى تاع الجزائريين وخصوصا تاع شاب حسني مغربي ثاني وغنى بزاف غنى وعاود غنى ثاني انتيك يا اخو دار البوز هاد المرحله الاخر هادي شونتور مليح عنده غنى تاعو شباب ستيل تاعو انتيك بيان لاباس ما انا نتبعو يعجبني الغنى تاعو شباب ومام في لاجيري كامل ولاو يسمعوه سورتو البنات الدراري سي ان بون شونتور يشونت بيان جو ليم بوكو دي شونسون اي ميم سو ستيل جو لادوري ويا اخو يعجبني بزاف ويا نسمعو انتيك يعجبني غناه سمعت اغنية واحدة بوك يا خو ديكابوطاب ما فرانشمون يشون تري بيان حنا اون ليكوت دو فرانس
moi et ma copine, on l'aime vraiment beaucoup. On aime bien ses musiques. دوكا كي ولا مع تيوتي وسمعت بزاف غنى تاعو شباب انتيك قنعني انتيك يا خو دايت البوز يا خو سمعوها الناس عجبتهم انتيك شابه نقولوا له مرحبا بك تي لي بيان فونو جيسبر كو سا فا لو بلير اي فوالا خويا مرحبا به وبلاد الدوزيام كما يقولوا ونرحبوا به ويجي ونروحوا قاله مرحبا بها جاي لك الجزائر والمغرب خاوه في بلاد ودي ثاني با بيان فونو ان الجيري مرحبا به ومرحبا به عندنا مرحبا بك زهير باوي في بلدك الثاني الجزائر يا زهير يا اخو مرحبا بك يا اخو عندنا ما يخصك والو يا Bienvenue en Algérie. Ça fait plaisir, ya khou, nhadrou le concert dialo balak. C'est un bon chanteur, je l'aime bien et je l'écoute tout le temps. Qolou ya khou, ya bon courage ou bewfqo ya khou. Bon rabbi ma3h ou la ykemmelo. Ou ntmenna lo une bonne continuation, inchallah zid tla3 beh. Ya khou ya rabbi qdrou ala balou chaou ydir. Bonne continuation. كملوا ان شاء الله قراءه في راسك ان شاء الله تنجح تكون في مستوى عالي ان شاء الله هذا واش نتمنى لك يا بون كوراج جيسبر فريمون كي فا بيان ساميزي ici aussi يحبوك حتى انا كنحبهم بزاف يحبوك انا ماشي كنحبهم انا كنحبكم يا جدكم بداو يعديوك الجزائريين ها ربي يستر امين بلعقلنا على طفل الله يرضى عليك طيب صافي بليزير الواحد كيشوف انه في بلد اخر بلي الناس تحبوا بهذا الشكل وبلي عنده قبول كبير عندهم الحمد لله ونقول لك صدقني يعني انها كي باش تجي لعندنا هنا برك فرونت وراج تاعي كاين بزاف ناس اللي يعرفوا بلي جامي ولا مره جاوا زاروني في البلاطو هنا حاضرين هنايا ولا مره جاوا زاروني ها سمعوا زهير بهاوي نقول لك الباب عند لاجون عند الباب بدا يحبس يقول لهم خلاص سي بون تعمر الاستوديو تحيه كبيره لكم بليك كرام بزاف الله يعطيك الكرام بزاف والله شكرا شوف سمعناك غنيت الحسني غنيت الكادر غنيت العاقيل غنيت النصر غنيت لهم كامل بصح مازال ما غنيتناش لزهير بهاوي سي با نورمال شوف مشكل تغني لنا اغنيه انا نحب ديموندي لك اغنيه هكذا انا نحبها ديزولي اوكي مرحبا يلا تفضل سلام هذه تصفيقه كبيره ديزولي كملت لي استوار بلون وار فيها نعشاق هي ما جايب اخبار يا كنت نبغيك على فولي واليوم نعشق صيد زولي يا كنت نبغيك على فولي واليوم انا ديزولي انا صيد زولي هلي راي كملت لي استوار بلون وار فيها نعشق هي ما جايب اخبار كملت لي استوار بلون وار فيها نعشق هي ما جايب اخبار يا كنت نبغيك على فولي واليوم نعشقك صيد زولي يا كنت نبغيك على فولي واليوم انا ديزولي انا صيد زولي ديزولي انا شانجي هاد النمرة يا غير زولي راه ما بقات بين النظرة ديزولي هاد النمرة غير زولي راه ما بقات الجري ايوا الله لا لا لا
رمضان نصار ليالي مع لبالوش يا كنسرية هو غادي يقوش نصار ليالي مع لبالوش يا كنسرية هو غادي يقوش وخا تعيي ما تقوليلي أنا من عشقك صيد زولي وخا تعيي ما تقولي أنا لا تزولي أنا صيد زولي وراكي عارفه باللي راكي غلطه جيبي لي الجلطه واخا تعياي ما تقولي انا من عشقك صيد زول واخا تعياي ما تقول انا ديزولي انا صيد ديزولي برافو 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 يا خويا رانا مستمتعين معاك راك خلاص هذاك الميكروفون خلاص برافو للبيبليك الغزال هذا ماشي لي تحيه كبيره للبيبليك يا خويا راك ديما امبيونس اكستراوردينار يعطيك الصحه زهير نحب نقول حاجه مهمه جدا زهير قبل يعني البرنامج ب 10 دقائق باش تلاقى بالاوركسترا وانا نشوفوا الحمد لله وكاين تناغم طبعا صافا ما كنوجه لهم تحيه كبيره فنانه كبار كاملين بهم والله تحيه كبيره للاوركسترا تاعنا بقياده سامي فوالا تلقاو خمس دقائق قبل ليميسيون بريفينغ خفيف فاميسيو يجاري والحمد لله لا باس ماشي لا باس فور زيدوا لهم التفيقه صح احكي لنا عن الفنانين الجزائريين بصح في الفنانين المغاربه شكون هما اللي انت تحبهم ومتاثر بهم الجزائريين ولا المغاربه بالنسبه للمغاربه انا كاملين كيعجبوني بزاف غير حنا يمكن بزاف كيعجبنا سعد المجرد حاتم عمور بزاف حتى هو معجب حتى بالدوزي يعني هادو اللي تربينا عليهم حنا مازال صغار يعني انا ما لحقتش اللي قدام بزاف ولكن لحقنا هذا الجيل هذا فكنوجه لهم تحيه كاملين تحيه كبيره لهم ومرحبا بهم في بلادهم الثانيه ان شاء الله يجوا لهنا الجزائر ويديروا حفلات ونرحبوا بهم ويجوا يزورونا يجوا عندك لهنا مرحبا بهم ان شاء الله خويا على العين والراس صح دوكا شوف راه حنا نسيل لك شويه عرق هكذا ندير لك شويه سسبنس لا لا ما عنديش تعبوك شويه جيبوا لي بابي مشوار لا 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 ما عنديش صبر الفقره اللي راهي جايه صبر الفقره اللي راهي جايه ما دوك تبدا تقول لي بالك تبدا راك تقول لي كون غير ما جيتش باسكو انا الحين واحد الفقره لي زارتيست رجعنا يعرفوني كي يجوا لهنا كاين عندي واحد الفقره تعرفوا اسمها بعد الجينجر راح نمشيو بينو بين بينو بين احنا نحبوك لازم نرحبوا بيك زهير بينو بين احنا حطيت زوج صور وقول لي شكون انت اللي فيهم قريب لقلبك بعد كي تخير اللي ما بدا ينشف اللي ما خيرتوش يمشي ويطلع واحد اخر في بلاصتو وتزيد تخير بين هذوك زوج حتى توصل لا فينال اوكي انك ما تخيرش ما غير مسموح عندك وشنو في لا فينال نقدروا نسعفوك اوكي لا فينال داكور واجد اعطيونا اول صورتين بين وبين السرحاني وايهاب امير بين ايمن وبين ايهاب هذا الصور الاول بسم الله صعيب جوج صحابي والله العظيم على بالي خيرنا لك غير صحابك انا حتى نحبوك خيرنا لك غير صحابك ما عرفتش والله ما عرفت جوج عزاز عليا والله العظيم ايمن قريب الستيل تاعو كيما تاعك لا ديجا تلقيتو ايهاب صاحبي تلقيتو ماشي غير مره من نقدر نقول ماشي على شي حاجه ولكن نقدر نقول ايهاب حيت هو اللي كندوي معاه بزاف وصاحبي بزاف ايهاب خلي ايهاب يقعد ايهاب ولكن السرحاني راه صاحبي بزاف وكنحترمو بزاف صاحبي وان شاء الله يجي يزورنا وبين ايهاب دوك نشوفوا الصحبه كيفاش يصرالها
بين إيهاب أردوان. ما نكتبش عليك هو ولد مدينتي يعني فنان كبير شرف بينا عالمي إيهاب صاحبي وكندوي أنا وياه بزاف وهذا ما يمكنش نختار بغيتي شي حاجه نديرها شي وجبه هذيك جاب ولا شرب مازال صعيب والله العظيم هاك شوف كل حاجه اما اللي عجباتك بالك يجيك الوسم اما اللي جاتك بنينه هكذا كل شيء بنين كل شيء بنين شوف هاك هاك ضرب هذه الشوكولا باش يطلع لك شويه الانرجي وخير اذا شوف اذا بنينه خير مش بنينه ما تخيرش ولي طيبتها راهي تشوف لا غزال غزال بنينه خيري مالاتك باسكو مازالو لي زارتيست اخرين ما طلعتش صورتهم دوكا مساكن ما يزعفوش شوف نحكيك واحد استراتيجيه جديده دوك انت كضيفنا نسهلها لك جينيرالمون واش نديرو شوف خيرت وحده ايهاب دوكا خيرت اوكي صافي خليو رضوان دابا يا خادر رضوان يلا وبين رضوان واحد صعابه تيو 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 تاني صديقك بزاف استالويغو غنيتو كيف كيف نخلي تيو تيو يقعد تيو تيو وبين تيو تيو هو شوقي قلت لك بالك قبل ما تروح تبدل رايك تقولي ما نزيدش نجي عندك صافي غادي ندير بحال اللي كيما مقبل اختار شوقي شوقي شوف يضحك لك اللي جبر فرحان كي خيرته شوف والله العظيم كاملين صحابي وكاملين كنوقرهم وكاملين معجب بهم والله العظيم كاملين تحيه كبيره لكامل وحنا ثاني كامل الجزائريين نحبوهم بزاف بزاف وبين شوقي و او يخمم ويقول لك يخيرني ما يخيرنيش يا درا كيفاش اختار دوزي الدوزي يقعد صحيح خالي دوكا صدقني صعابت صدقني يا صدقني بالله على قد ما نحبك صعابت وشوف بعينك وقول لي بين دوزي لازم هادي يا دوزي صاحبي وعزيز عليا وحاتم عمور عنده خير عليا فحاتم عمور حاتم عمور دوكا لا فينال صافي تخير فلافين هذا بلي عندك صافي عرفتك عرفتك شناد هاد دير سعد المجرد عطونا سعد المجرد بيناتهم بجبيهم فنانة كبار وبجبيهم عندهم خير عليا ورصيدهم فني كبير وشعبيتهم كبيرة كبير شوف معليش شوف شوف ندير نعطيك كادو أنا من عندي اوكي نعفيوك من الاختيار بيناتهم اوكي خليهم للزوج واخا شنو ندير ويفيزوش في لافينال صافي قال بطولة مشتركة بجوجهم صحابي عزيزي يقعد حتامور ويقعد سعد المجرد خممت تدير ولا كاين كاش مشروع ديو معك كاش واحد فيهم كاين فكرة إن شاء الله أنا وسعد المجرد فبدينا فيها ان شاء الله راح تستمتعوا شكون اللي راح يكتب الكلمات انت انا غادي نكتب اللحن ان شاء الله ان شاء الله سبونسر راح نشوفوا ديو اكسترا اوردينار كنوعد ان شاء الله الجمهور انهم غادي يشوفوا ديو اللي غادي يكون ان شاء الله كل توفيق لكم بومبا ان شاء الله تحيه كبيره لسعد المجرد طيب جاست برد وسلام صافا ما قصحناكش لا صافي مزيان شبك شفناك ضيفنا كذا قلنا مسكين بالحق كنعاودها بلي هاد الفنانين كامل اللي دازوا والله العظيم اللي عزاز عليا وصحابي وما حطوني في هاد الموقف بيناتكم تحيه كبيره ليهم كاملين وحنا بيان سور نحبوهم كاملين ونحترموهم كاملين ونتمنوا انه كامل يجوا يزورونا هنا في الجزائر ويجوا يزورونا في بلاطو ما بيناتنا شو طيب دوكا راح نروحوا لواحد الفقره واحده اخرى حاجه خفيفه هكذا ديفي لايت هكذا اسمه ابريل جينجل انا ماشي انا جينجل صح شوف راح نعطيك دي كيستيون وانت قول لي انا ماشي انا جاوبني غير بانا ماشي انا اوكي صافي اوكي صح الشهره غيرت لي حياتي انا بعد الشهره بالله من كلمه انا قول كلمه انا بعد الشهره ولاو عندي بزاف 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 ديال المعجبات
أنا بقوة بقوة بقوة. صح. نخمم في كاش نهار نعتزل الفن. أنا. تخمم قريبا ولا بعيدا؟ أبا مزال شوي. علاش؟ سنعمل إن شاء الله الطريق ديالي إن شاء الله ونوصل للأحلام اللي بغيت إن شاء الله وبخير الحمد لله. شحال زعما واش من السن اللي تشوفوا بلي مناسب لل ان شاء الله ملي نقدر يمكن ملي نتزوج نقدر يمكن ملي ندير وليدات باينه تتزوج المراه تدخل تقعدي في الدار ما تخرجيش باينه ثاني تقول لك حبس لغنا وكيف لا لا ما نحبسهاش عليها كلمتي اللي كاينه ما كاينش يا بابا 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 واعر الطفل والو واش الاحلام اللي حاب تحققهم واللي بعدهم تعتزل وشنو هما بغيت نوصل للعالم كامل ان شاء الله ان شاء الله نتمنى التوفيق وعندك كما يقول كل المؤهلات لازمه ان شاء الله ان شاء الله صحه انا نخمم ندخل عالم التمثيل انا ماشي انا من صغري كنحاول نعمل كل شيء فنقدر نقول لك انا ماشي مشكل كنحاول اني كنتعلم نعمل كل شيء بروبوزاو لك كاين دي بروبوزيشن ما مازال ما حتى مازال ماشي وقتها ان شاء الله انا عاطي دابا الوقت كامل الموسيقى ديالي والفن ديالي والجمهور ديالي باش نكون في احسن حله ان شاء الله يا رب ان شاء الله كل توفيق طيب في حياتي الفنيه كاين بزاف ناس حبوا يطيحوني اللي حبوا يريبوك انا ماشي انا ما مؤخرا عاد وقعت لي يمكن شي حاجه بحال هكا فانا طيب نقدر نتزوج بجزائريه خمم مليحه كاين بزاف معجبات طبعا شوف المهم تكون بنت الناس المهم مسلمه و احنا كاملين خاوها فانا علاش ممكن يعني ديروا لي سبور ديروا لي سبور عباك شحال من وحده دوكا تنفست السعداء اون توكا معليش جين قال يعطيكم الصحه كانت هذه انا ماشي انا دوكا راني رايح لك الواحد الديفي ثاني هذا لي زانفيتي تاعي شحال يحبوه راح تستمتع به وراح يعجبك بزاف بزاف واسمو وراه كان يحكي مقبيات واسمو جاب ولا شرب تعرف شنو هذه جاب ولا شرب؟ ان شاء الله بعد جاب ولا شرب تندم لي جيت البلاطو ما بيناتنا اعطيونا جينجل جاب ولا شرب مرحبا بكم جديد خممت مليح انا وفريق الاعداد قبل ما نديروا جاب ولا شرب قلنا سي جاينا من المغرب وضيفنا وكذا بعد قلنا لا لانه جاينا من المغرب ولانه ضيفنا ولانه حبيبنا ولانه وليد البلاد الو نديروا له جاب وشرب وكيما هو كيما قال لي زانفيتي تصفيقه كبيره زهير تفضل معايا شوف زهير الكونسيبت هنا واش يقول احنا نعطيك دي كيسيون واحد ما يشوفهم لا من البيبليك حتى واحد تقراها بينك وبين روحك اذا هذه سيدي تجاوب سمعها للبيبليك اقراها وجاوب okay. سيدي ما تجاوبش وتستر مستر الله حطها تكوتي oh, yes. وبصحتك واش عندك هنا هنايا عندك قهوه بالملح الله قهوه مالحه هنايا عندك لا هذه واش فيها فيها جو بالملح الملح توجور حاضر جو بالملح ديما حاضر جو صالي هذه فيها جو بالجازوز والخل والخل الله هذه الثالثه باسكو علاش بدات تقساح الاولى الدوزيام طروازيام دوكا نحطوا لك هذا باسكو هذا تحتاجه بين كاس وكاس باسكو باذن الله راح تشرب باذن الله غادي نرد كل شيء لا بصح استنى ما تشربوش كامل عندك حفله باش ماشي بعد هذيك عباك بعد اكسجين بعد عاديوني بعد امين يوكل عليا ربي لا تشرب شويه برك وسبور نزيد نجيب لك الحلوه اون سي جامي باسكو اللي حاسب اللي تحتاجها تحتاجها لا تحتاجها نحكي لك باريكسبيريونس دقت ديجا انا هاك تشم هذيك الواعره على بالي هذيك الواعره هذيك هي هذيك الواعره صح نعطيوك اول سؤال قراه بينك وبين روحك ما تخلي حتى واحد يشوف عجبني شدها هكذا مسكين استر مستر بس من البريئه يعني استر مستر الله تفضل دوك برك يعني بسم الله مالا شنو هادشي يا صاحبي عباك ما فهمتوش واش قال لي بصح على بالي باللي شغل شنو هادشي شنو هادشي شنو قهوه بالملح حاول ذوقها شي حد والله تي صح شكون فيكم اللي يحب زهير بهاوي وبوان وين ينوض ولا تنوض وتجي تشرب معاه هذا الكاس هاي شكون اروحي مرحبا اروحي مشي كامل صفقوا لها ولا نقول لك الصبر نشوفوه اذا ما قراش اذا ما حبش يجاوب عاد زعما كيسون تشربين تي في بلاصتو
مريحه هذه مريحه. شربي بصحتك اخي. لا نقدر، لا كنظن نقدر نجاوب. جاوب. اه نقدر نجاوب، ولكن بغيت الجواب يبقى كما هو. لكن لازم تخير اسم من اسمين. لا غادي نختار، غادي نختار اسم من اسمين، ولكن الجواب يبقى كيف ما هو كامل. اوكي باش الناس ما تفهمهاش بطريقه كما ما. السؤال هو في رايك شكون هو الانجح، واش حاتم عمور ولا سعد المجرد؟ في رايي انا، في رايي المتواضع، بجوج بهم فنانين كبار ياك. بجوج بهم فنانين كبار بجميع عملوا نجاحات. كاين اعوام اللي كيكون واحد فيهم ناجح بزاف، وكاين واحد يعني فهمتين بحال هذا العام هذا كان حاتم خطير في الالبوم ديالو تبارك الله. جا سعد نزل ديسك مع محمد رمضان اللي هو ديسك خطير تبارك الله. فانا ماشي انا كان يعني ماشي انا اللي كنعطيه هذا، انا غير ك كيسموني كفان الافضل كيتخيل الافضل اللي ماشي في غير في المغرب ولا ما بيناتهم، الافضل في العالم العربي بالارقام هو سعد المجرد. تحيه كبيره على صراحتك. استناني نشوفوه اذا حيجاوب على الثالث ولا حشربي وغير حسلكي. تفضل. انا تسمع كلامي غير ما تخممش وعطيها تشرب. في مو بليزير عطيها تشرب. شوف هو اصلا سؤال ما بغيتوش انه يتطرح هنايا. اوكي. حيت حنا عطيني تشوف. حيت حنا جينا. بوز 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 تفضلي. اه شربي تشوفي. صح وانا على قلبك حبيت تضحي على جالو. ها وجد لك كلمه. تفضلي. لا راه ما تشوف تما. ما تشوفي هي ما تشوفيش خير. شربي وخليها في القلب. خايبة. صفيقة كبيرة ليها. يقول المثل ومن الحب ما قتل. سلامة راس. صفيقة كبيرة ليها، صفيقة كبيرة لصديقي زهير على صراحته والجرأة تاعو. حبي يجاوب على كاع لي كيستيون هكذاك، وصوفيا انا وحدة ما خلاش يجاوب عليها. صفيقة كبيرة زهير ونرجع لفاصل. ليك اللي شربت دوكا في بلاستيك. معليش اروح وقفي لي هنا واعطيوها ميكروفون. اعطيوها ميكروفون. كيفاش اسمك؟ فاتن. صح فاتن. تحبي زهير بهاوي؟ تحبي الغناء تاعو؟ تحبي الموسيقى تاعو؟ صح. مؤسسة اكسجين وامين وحنان راهم يقولوا لك بما انك درتي هذا الجاست ونطي شربتي في بلاصتو راهم يهدوا لك دو تيكي باش تروحي تحضري الحفلة تاعو نهار الخميس ان شاء الله. يعطيكم الصحة. هايا كاعكم تقولوا كل نطنا شربت بلاصتو. صفات النية. اسمع على غرك يقول لك نشربهم كاع. نشربهم كاع. يعطيكم الصحة.